فوجئ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر بقرار صادر من محكمة الاستئناف بالحجز بحضور محضر إلى مقر إقامته للحجز على ممتلكاته نظير سداد مبلغ قيمته 1,650,000 جنيه لصالح وليد عبد الهادي وكيل أعماله السابق. وكشف عبد الهادي في تصريحات خاصة اليوم السابع أنه كان وكيل أعمال الشناوي وقت انتقاله من بتروجيت إلى الأهلي عام 2016، وقع على عقد مدته 5 سنوات بقيمة 16 مليون جنيه، ويحق له الحصول على نسبة عمولة بقيمة 10%، أي ما يعادل 1,600,000 جنيه. بالإضافة إلى 50,000 جنيه قيمة الشرط الجزائي. وتابع عبد الهادي أنه حصل على حكم نهائي بعد الاستئناف بحقيته في الحصول على 1,650,000 جنيه، ودفعت التكاليف اللازمة لتنفيذ الحكم، وبالفعل انتقل المحضر إلى فيلا الشناوي للحجز على ممتلكاته الخاصة تنفيذا للحكم الصادر لصالح. وشدد عبد الهادي على أنه حصل على موعد بالتنفيذ اليوم، سيتم الحجز على ممتلكات الشناوي الموجودة في الفيلا الخاصة به، ويتم تقييمها بحيث تستوفي المبلغ المطلوب. وفي حالة عدم استيفاء الممتلكات المحجوز عليها لقيمة المبلغ المحكوم عليه لوكيل الشناوي السابق، سيتم اتخاذ إجراء آخر ضد اللاعب لتحصيل باقي المبلغ المطلوب منه. وكشف مصدر أن محمد الشناوي تلقى اتصالا من أسرته صباح اليوم يخطره بقدوم محضر إلى منزله للحجز على ممتلكاته بسبب الحكم الصادر لوليد عبد الهادي وكيله السابق. وحصل اليوم السابع على نسخة من صور الحكم الصادرة بالحجز على ممتلكات محمد الشناوي في فيلاته الخاصة من أجل مصادرتها لصالح وكيل أعماله السابق.